عسلامة مرة أخرى في حلقة جديدة من جو برو سيزون 2. المرة هذه باش نحكيو على المظاهر الفيس التفشخير التفشخير هكا. العالم الكل يمشي بالمظاهر تقريبا، اما فما مظاهر من مظاهر، يعني في الاوروب حتى كل فيديو جاكي تو ديما مظاهر تبدا عنده بوغاتي لامبورغيني فيراري حاجات يس ديامون حاجات دو فالور فريمون تصوير مع فطور مع كريستيانو حاجه بون. احنا المظاهر متاعنا تافهه، نفيسوا بحاجات بدائيه اللطف. هوني تعرف قمة التفاهة، البرسنتاج متاع التفاهة متاع الشعب تعرفوا بالفيس وباش قاعد يفيس تقريبا ما نعرفش. أما الشعب التونسي الوحيد يفيس بالدخان مثلا أنا نتكيف أوريس أو دخان عادي جدا، بش يقعد مع أصحابه بش يقعد في غيونيون بش يقعد مع بيت مهمة صاحبته يخبيه يقرص بالسيجارو أو يمشي يشري 5 ولا 6 سواقر دخان فاخر ويحطه فوق الطاولة. هوني فما زوز كوارث، الكارثة الأولى ضعف شخصيتك يا أحمق، وأنت مكش مقتنع ديجا بروحك، ما يلزمكش تخرج من الدار جملة لين تموت أنت. واثنين عنده الحق لا محالة في البيام اللي يعمل فيها، خاطر فما ناس يقيموه بنوع الدخان اللي فوق الطاولة شنو هو ليجير لايت كبلوت يا نفيسوا بالدخان يا ربي ما يمشيش أسهر بدخان وريس، يمشي يشري بالذمة دخان لايت كأنه شاري سبيدري جديد خاطر ما ينجمش يسهر كيفيه في سهرية بدو يا ما تفك. فما ناس تعمل أي حاجة باش تظهر مش ليها اللي كنتي، يعني أنا عندي موتور يعني ما عنديش مشكلة في وسيلة التنقل، يجي حد يقول لي اسمعني برا خذ كرهبة به أوكا عاد بالليزينك به عليه لو ماذا باش كي نتعدى يقولوا يا شوش عنده كرهبة كيكا الجو، معناها أنا تعب في حياتي ونكلت على السعدي ونخدم ونزيد نخدم وما نرقدش برشا وتعب باش نعجبك انت اذهب، خاطرني انا سعيد في حياتي والناس اللي تخمم كيفك ماهيش من الانتوراج متاعي، يعني تبا ليك واللي كيفك انا ما يمنيش، انا ما بقبقش روحي باش سيادتك انت اش تقول عليا تفوه ليه ابدا يا فياسه يا كذاب. 80% او 90% 99% فاصل 99% من الشعب التونسي الكريديات متاعو ما يستحقهاش، ليزونجاجمون اللي يعمل فيهم في الخلاصات ما يستحقهمش، يعني هو يستحق كرهبة 4 شوفو ياخذ كرهبة 6 شوفو بشذر اللي هو عنده تكذب، معناها انت مبقبق روحك باش تعجب عباد اخرى يا تافه. انا نعرف شكون شاري تليفون وكهرباء وحوايج وفواياج بالكريدي، حسبي الله ونعم الوكيل، معناها انت مكش متفرهد، انت ما خذيتهمش مقتنع، انت عندك انت في مخك مش كيما تركح طفله وعندك ليون، كيما باش تركح طفله وانت عندك ليو، ديجا انت قررت اللي الفالور نتاعك في كرهبتك يا تافه، هي اللي بلاش فالور انت بلا قيمه، انت علاش تحب تعمل خاطر انت بلا بيهم حد شيء فتحب تولي كيفهم تشبه لهم وهما كيفك بلاش قيمه. فو اللي يخرجوا يسهروا مش الكل 99% منهم ما همش خارجين يتفرهدوا، يحب يوريك اللي هو سهر ماهوش خارج يتفرهد، يحب يوريك اللي هو تفرهد ريال ما هو ما تفرهدش. واكبر دليل على كلامي ستورياتكم التافهه يا تافهين، يعني كي بدينا في حفله ولا في سواريه مع اصحابي نصور الارتيست اللي انا حضرت الحفله وحقك تعمل في ستوري على الرهج علاش شوف شنو هبطت، معناها انت حلوف هبط زوز 3 بيبز طهارتك تصرف عصار انت مدكك خاطر انت لازمك هكاكه باش تتفرهد. في وقت اللي انا نتفرهد كي نبدا في دار علي ولا في دار طارق صاحبي نضحك من قلبي فرحان معايا اصحابي نخرج نصر نتمتعوا بالسهريه نشيخوا نضحكوا نلعبوا فما شكون يفيسوا بالتواليت متاع البوات، يعني مش كيما في تواليت درافين كيما في تواليت الخبربربرونير لا مش كيف كيف مادام فما شكون توقف تاكسي تدخل للتواليت تعمل تصويره توقف تاكسي وتروح اللطف سبع الطاف هذا مرض وراو ما تداويوش منه راو خاطركم تافهين ما تعيشوش في حياتكم انتم قاعدين تعيشوا للناس هذاك علاش مبقبقين عايشين الايماج اللي هما يبيعوا لكم فيها ولكلكم ايماج. فما شكون مثلا هذه يفيس بالحار معناها انا كان ما نكلش حار مانيش راجل نشوف طفله ولا هريسه بزيد هريسه بزيد هريسه بزيد هريسه بزيد هريسه معلم مش بكم. فما نوع متاع بنات يفيسوا بالكراهب اللي ماهيش كراهبهم تشنشينا تجي اش معناها؟ معناها حلم حياتها تتصور مع تابلو دبور
مع فولون تاع كهرباء اللي هي مش متاعها. مالك كيفاه؟ لازمو فولون تاع بيام خاطر كي يبدا سوزوكي ما يجيبش برشا لايكات. يا تافه ما رخصك يا هم جبالكم ربي. راهو الكهرباء او اش عندك؟ الكهرباء وسيله نقل تهز وتجيب. ما نخرجش مع ذاك خاطر ما عندك. اشري انت الكهرباء لحظه ساعه خلينا نتفاهموا احنا. انت عليه هو يتعدالك؟ عليه مش انت عندك كهرباء بفلوسك؟ حد ما يتعدى لحد تقابله غادي. ها عليه؟ عليه مش بالبحيم متاعك؟ عليه لازمك تعرف واحد عنده كهرباء باش انت تخرج تفرهد يا وما تخسروا شيء. راهو يخسروا كم باكوري سكاو ورومبوري وميني وطالون واكستنسيون وذوافر وشوافر. ميت ميت مفرك لبسته وتخرج تسرق هاو وهو يكت المدك اللي خمن كيفك يكت معناها الزوز ما كومش تفرهدوا. هو يحب يوري معاه قطوس هي فيك ماهيش قطوس وهي تحب توري اللي هي سهارة. هي ماهيش سهارة هي صرفت شي هي تقرا فيها على الاخر هي غلط. فما اللي فيس ولطف بالفرنسي. لا مش معناها يحكي معك يفيس عليك بحاجات مع فرنسيس. لا لا يفيس باللغة الفرنسية. يعني كي أنا نقول للطفلة برجلية محليهم ساقيك إيش بيك يا أخي في الجير فوزافي دي بيل جامب يا زوز كيف كيف هما ساقين يعني بيل جامب ما تعنيش محلى أصلك نو ساقين. أما أنت بالفرنسي وهي رهدانة تحبها بالفرنسي ما تحبهاش بالعربي ويوصل معاك يعاركك كان تغلط في كلمة يعاركك يطيح لك قدرك قدرك يمسح به القاعة على لغه ماهيش لغته. هذاك مازال مستعمر في مخه اللطف في وقت اللي نجم يقول لك ايش ما عادش نقولوا لو نقولوا لها لا فنادخ مش لو لا لا خاطر التونسي الوحيد في العالم يتثقف باش يذلك. تخيل انت معناها يتثقف مش باش يتثقف يكبتي ويبدا يأس شكون باش يغلط. لا فنادخ مش لو كومون كومون سا سفي با شعب تافه. فما نوع يفيس بالماكلة والله العظيم يفيسوا بنعمة ربي معناها هو خذي سطل دجاج بخمسين ألف وين خذيت ربع دجاج في مرشي البحري هو خير روى ذوبة بالحق روى والله لو سكيتش روى بالحق موجودي منهم روى ما يجيش الملخص كي تفيس وإلا كي تعيش للمظاهر أو تحب تعجب الناس فما ثلاثة حاجات عملتهم لولا أنت ما تسوى شيء لا مع روحك ولا في الدنيا فتحب تولي تكمله بحاجات أخرين. اثنين أنت تعاون في الأثرياء باش يزيدوا ثراء خاطر هما يعملوا في الفلوس من الناس التافهة اللي كيفك يعني سبق وقلتها الايفون والشاومي يعملوا نفس الوظيفة جوس لاخر كماليات فأنت تحب تشريه باش تعجب الناس هذه قاعد تزيد في فلوس الأثرياء ومش معناها مشحاح. الحاجة الثالثة اللي تعمل فيها وهي خطيرة جدا انت مزلت ما وليتش هكا حق لك باش ما يقرا لي حد ما عندكش لا ماتوريتي مكش ادولت مكش ناضج انت خبزة نية مزلت مهما كان عمرك خاطر النضج مش بالعمر بالمخ وانت المخ تعرفه كان في العجة ياكل مخك وياكل راسك انت وياها يكبك بوبكم تفيسي بالرومبوري رومبوري مش متاعك جملة ذوكم رومبوري وحطتهم فوتو بروفيل لهنا هكا ومن بعد تقول لي شبيه خدم مخه مالش تحبه يخدم هو خدم بخلف مخه خدم راه ها انت ديجا الفالور متاعك حصرته لهنا تحبني انا كي نقابلك مثلا نغزر لهم ونقول لك اسمعني يا اخي عندك شهادة في علم الفلك ما ركك ليه وتتصوري مادة الزنونكة هكا تبدأ هكا ومن بعد تقول لي يا اخي اش بكم تخموا كم في هذاك مالي انا فاش باش نخمم باش تذكرني مثلا نسبح انا كي نشوف منظرك ها تتراهدني ما في بالك ها ما في بالك عليه دور الضحيه يعطيك دنيه ظاهره رومبوري سهريه وهو يحب قديتيسة وسهر كيف كيف الزوز تافهين. فات الفيديو